دلوقتي مشاهدينا هنروح لأبرز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية مع دينا. اتفضلي دينا. شكرا لك يا شاذلي. ودلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر خاض ميراني الأساسي استعدادا لمواجهة كاب فيردي اللي هتتلعب الاثنين الجاي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، واللي بيبحث فيها منتخبنا الوطني عن الفوز لضمان التأهل للدور 16. منتخب أنغولا حقق الفوز على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2 في مباراة لجمعتهم على الاستاد السلام، ده ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بكوت ديفوار. وبالنتيجة دي تصدر منتخب أنغولا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الرابع بدون رصيد من النقاط. منتخب الجزائر تعادل مع أو من بوركينا فاسو بالنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطتين. التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 حسم مواجهة مباراة تونس ضد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وبيحتل منتخب مالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما بيحتل تونس المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وفي انتظار مباراة اليوم بين ناميبيا مع جنوب إفريقيا. منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي خسر أمام المنتخب العراقي بنتيجة 1-0 في ثاني جولات دورة دبي الودية اللي بتقام في الفترة من 17 إلى 28 من يناير الجاري، ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميراني الأول على ملعب نادي الشرطة القريب من مقر إقامة البعثة بإمارة عجمان في الإمارات، وقاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الميران ووضع برنامج استشفائي وتدريبي للاعبين على هامش الميران. فريق باير ليفركوزن حقق فوز مهم أمام لايبزيغ بنتيجة 3-2 في مباراة لجمعتهم على ملعب ريد بول أرينا، وده ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الألماني، وحافظ ليفركوزن على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني خلال الموسم الحالي ده برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد لايبزيغ عند نقطة 33 في المركز الرابع. فريق روما فاز على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الأولمبيكو، وده ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري، ورفع فريق روما رصيده للنقطة 32 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 17 في المركز 18. فريق بروسيا دورتموند فاز على كولين بنتيجة 4-0 في المباراة لجمعة الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة 18 من مسابقة الدوري الألماني، واحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، في المقابل احتل كولين المركز 17 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضيه، هرجع مره تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دي. شكرا.